قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. اليوم يتبين الصواب من الخطأ، كما كنت كنتكلم مؤخرا على بيدرو سانشيز ولا العلاقات الإسبانية المغربية وأنها تقدر تأزم من هنا لقدام. اليوم يعني بيدرو سانشيز كيقولها بصريح العبارة، حتى مجموعة من الصحافة يعني الدولية كتكلم على هذا الشيء، عندنا رويترز، عندنا الصحف الإسبانية كلهم كيتكلموا على أن سانشيز غير الرأي ديالو من الحكم الذاتي، يعني ما بقاش كيقبل الحكم الذاتي وما بقاش كيتكلم على الحكم الذاتي، ولا رجع لأنه يجب أن يكون هناك حل مقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة، وهذا الشيء كنا كنقولوا، ولكن العياش لا يسمعون ولا يفقهون ولا يريدون سماع الحقيقة. رجعوا للقضية ديال أن هناك أزمة ما بين المغرب وإسبانيا في المستقبل القريب، كنت تكلمت يعني بواحد يعني شي حاجة اللي بسيطة، يعني شفت واحد الخبر ولا جوج ديال الأخبار ولا ثلاثة، وكنت درت عليهم واحد التحليل، ما بقيتش عاقل على الأخبار كاملين اللي كانوا ديك الساعات، ولكن الخبر الأساسي اللي كان في ذاك الوقيتة يعني تقريبا شي جوج سيمانات ولا بحال هكا، كان كيتكلم على أن إسبانيا كتقوم بإضافة يعني حواجز وإضافة داك الشباك، داك الشبكة ديك اللي ما كتخليش بنادم يتعلق فيها حول المحيط ديال سبتوم ليليا. وهادشي قلت لكم راه هذه إشارات على أن سبتة كتوقع، عفوا إسبانيا، الحكومة الإسبانية والمخابرات الإسبانية كتوقع أن هناك أزمة ما بين المغرب وإسبانيا في المستقبل القريب. مهم حسب يعني تحليل بسيط، ماشي شي حاجة اللي كبيرة ولا حنا كنفكروا أحسن من الناس، ولكن مهم 1+1 كتساوي جوج، يعني معادلة بسيطة واضحة. اليوم بيدرو سانشيز كيخرج عن الصمت ديالو كما غادي تشوفوا، ماشي غير الخبر، اليوم بالصوت والصورة كيفاش تكلم على قضية الصحراء. خليكم مع الفيديو. Por ello, en lo que respecta a una zona muy importante para España, como es el Sáhara Occidental, España apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese sentido, la labor del enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas me parece fundamental. Y quiero decir que cuenta con el respaldo total del Gobierno de España. Mi país, España, va a continuar apoyando a la población saharaui en los campamentos, como ha hecho siempre, siendo el principal donante internacional de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. إذن كما سمعتوا، بيدرو سانشيز كيدعم حل مقبول للطرفين عبر الأمم المتحدة، وهذا يعني انعطاف جديد في القرارات ديال هاد رئيس الوزراء الإسباني. ولربما كما قلت لكم ديك القضيه ديال انهم كيعاودوا يصاوبوا داك الكرياج وداك الشباك اللي ضارب بسبتهم ليليا، عارفين ان محمد الساس غادي يدعوا ثاني يبتزهم بالحراقه وكذا كذا، علما ان هناك اخبار داخل يعني السياسي المغاربه وكذا كيتكلموا على ان محمد الساس لم يعد يحكم، انما يعني ولا دايرها سياحه ومخلي البلاد في يد مجموعه من الرعاوين اللي بينهم الاخوات ديالو والاخوه ديالو، الاخ ديالو داك رشيد، ربما حتى الابن حتى هو مره كيتدخل، ما عليناش. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسبانيا تؤيد حل سياسي مقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية، على الرغم من أن إسبانيا غيرت موقفها جذريا في وقت سابق من هذا العام لدعم موقف المغرب بشأن هذه القضية، فإن لغة رئيس الوزراء في الأمم المتحدة كانت مطابقة تقريبا لخطابات السنوات السابقة ديال شحال هذه ديال الموقف ديال الحوياد، يعني بحال إسبانيا كترجع لموقف الحوياد في قضية الصحراء. يوم الخميس قال سانشيز إنه يدعم عمل الأمم المتحدة حول هذه القضية، وأكد أن إسبانيا هي المانح الدولي الرئيسي المساعدات الإنسانية لهذا الصراع، وتتناقض تصريحاته حول الصحراء الغربية بشكل صارخ مع تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. يعني أخنوش اللي كان كيقول لهم راه الصباليون راه معانا وراه كذا كذا، بيدرو سانشيز يحرج أخنوش أمام الأمم المتحدة يعني بهذه الصفة هذه، لأن اليوم هذا الخطاب هذا اللي ماشي عادي، ماشي ما قالوش في البرلمان الإسباني ولا قالوا مع صحيفة إسبانية، لا قالوا أمام المجتمع الدولي يعني في المقر ديال الأمم المتحدة، وراه واضحة الأمور ديك اللجنة ديال الأشغال ديال الجمعية العامة، يعني واضحة الأمور أن هذا هو الخطاب الرسمي ديال بيدرو سانشيز، وما يقدرش يعني يخرج على العادة، وأنه مع الأمم المتحدة ويعني ويقلبوا ويدعموا أي حل يكون كيرضي الأطراف، والحل راه واضح أنه استفتاء.
وقال الحل يجب أن يقوم على المبادرة المغربية. هادشي اللي كان قالش على هادشي اللي قال أخ نوش، عفوا أخ نوش، قال الحل يجب أن يقوم على مبادرة مغربية تقرير المصير كحل وحيد، سطروا على هذا وحيد زعما ما كاينش حل آخر لهذا الصراع مع احترام وحدة أراضي وسيادة المملكة المغربية. هادشي هذا الخطاب ديال كما قلنا ديال أخ نوش اللي مكتوب داخل القصر، وفي رسالة إلى العاهل المغربي في مارس شحال هذه، قال سانشيز إن المبادرة المغربية هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الصراع الإقليمي الجاري، علما أن الرسالة اللي صيفطها بيدرو سانشيز ما تمش الإفصاح عنها، ما خرجتش في الصحافة، حتى المخابرات الإسبانية ما خرجتهاش، حنا ما عارفينوش واش قال هو الأساس ولا كذا، لأن الجرائد المغربية هي اللي كانت كتكتب هذه القضية ديال الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الصراع الإقليمي الجاري. وحتى يعني الصحافه الاسبانيه ما عندهاش شي سورس ديال بالنسبه لهذه القضيه هذه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي واضحه، غير المغرب كيقول بلي ديك الرساله راه جا فيها هذا الشيء، اسبانيا نقلات من عندهم جرائد الاسبانيه، ولكن المخابرات الاسبانيه ما فرشاتش الرساله الاساسيه اللي رسلها بيدرو سانشيز للملك المغربي. كسر تحول دبلوماسي عقودا من الحياد الاسباني بشكل الحكم بشان الحكم الذاتي للصحراء الغربيه، اثار تحول مدريد غضب الجزائر التي كانت حتى ذلك الوقت اكبر مورد للطاقه الاسبانيه. في يونيو علقت الجزائر معاهده الصداقه استمرت 20 عام مع اسبانيا وقيدت التجاره لفتره وجيزه. وسط التوترات تراجعت واردات اسبانيا من الطاقه من الجزائر بنسبه 40% هذا العام. الصحراء الغربيه هي منطقه على طول الساحل الاطلسي الافريقي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 الف نسمه، يقدر يكون ما بين 1,600,000 بحال هكا. وفقا لتقديرات الامم المتحده احتلتها اسبانيا في القرن التاسع عشر، و85% من هذه المنطقه كانت تحت سيطره المغرب منذ 1975، يعني المغرب منين دخل عليها وبدا الكفاح المسلح ما بينهم وبين بوليساريو، مع دعم الجزائر لتقرير المصير واقتراح المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية. كانت العلاقات بين البلدين متوترة منذ سنوات، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس الماضي، تطالب جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال بإجراء استفتاء شعبي في الصحراء الغربية لتقرير المصير السياسي للمنطقة واقتراح تدعمه الجزائر كيدعمه مجموعة من الدول. ما عليناش نشوفوا المغرب يعني كيفاش كان الرد ديالهم بعد هذه الصفعة اللي تلقاها مع سانشيز. هذه الصفعة يعني بالمقاييس كتجي في واحد الوقت ديال أن المغرب كيخسر مجموعة من الحلفاء ديالو، يعني كان بغى يقلب الطاولة قال لك في كينيا وكذا، مجموعة من الدول مثلا اللي كان كيعتبرها حليفة ولا اللي ردها في الصف ديالو بحال مثلا كولومبيا البيرو وكذا كذا، مجموعة من الدول جنوب السودان شفنا مجموعة من الدول، فرنسا كذلك اللي تاهي كتعتبر حليف ديال المخزن يعني قلبت عليه. اليوم إسبانيا كتعاود تصفع، علما انه راه حنا هادشي عارفين غادي يوقع. انا انت عرفت غادي يوقع نهار خرج داك بوريل جوزيف ديال السياسه الخارجيه الاوروبيه وقال ان جميع الدول الاوروبيه كتلتزم الحياد في المساله ديال الصحراء بما فيها اسبانيا، يعني دخل اسبانيا في داكشي وقال حنا مع الاستفتاء، قالها بهذا اللفظ هذا، قال زعما حنا مع تقرير المصير ديال الشعب الصحراوي. وهادشي اللي ادى لواحد يعني الازمه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي، واخا ما ظهرهاش يعني ما كانش واضحه بزاف، ولكن الغد ليه خرج بوريطه وقال لهم راه كنتمناو تكون زلت لسان وشي حاجه بحال هكا، حسب ما خرج هو عاوتاني من فمه، يعني قالها في فيديو ماشي شي صحيفه اللي كتباتها ولا كذا. ما عليناش نشوفوا المغرب كيفاش رد على هذا الخبر هذا ديال ان بيدرو سانشيز كيدعم الحل ديال الامم المتحده وكذا، وتراجع على القضيه ديال الحكم الذاتي ولم يتكلم عن الحكم الذاتي. وزير الدفاع الاسباني الاسبق يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه. دابا بالله عليكم واش وزير دفاع سابق عنده شي صلاحيات عنده شي سلطه؟ وعلى من كضحكوا هذا الشعب هذا؟ واش كضحكوا على الشعب المغربي؟ الشعب المغربي مضحوك عليه حنا عارفين، ولكن كاين ناس بدات كتفهم وبدات كتعيق، خصوصا يعني شفت واحد الفيديو ديال المهداوي مؤخرا كيتكلم فيه على هاد الصفعات اللي كيتلقاهم المخزن وما كيتكلموش عليه. انت كيتكلموا نهار مثلا المزنبيق مثلا كتقول لهم غادي نفتحوا قنصليه ولا مع واحد الدوله عاوتاني اليوم قال لك غتفتح لهم قنصليه، يعني كينوضوا كل شيء كيطبل ويزغرط الانتصارات الدبلوماسيه، ولكن تقدر هذيك الدوله في ديك العشيه مثلا ولا في ديك الليله تحبس هذا القرار ولا تجمدوا ولا تقول لهم لا ما بقيتش حالو غادي يسكتوا، ولكن غادي يقول لك لا راه باقي سميتو راه باقي الانتصارات راه انتصرنا في هذه. بحال موقع في كينيا، كينيا واحد التدوينه ديال ساعه ساعتين قال لك انتصرنا قلبنا عليهم البوليس شدوا زعيم جبهه البوليساريو وابراهيم غالي كذا كذا بداو كيخرجوا ضرب بحال هكا، في النهايه ما كاين حتى حاجه، في النهايه كينيا كتخرج يعني بالصوت والصوره كتقول لهم حنا ما كنسيروش الوزاره الخارجيه ديالنا بالتدوينات عبر تويتر، تويتر يقدر اي واحد يكتب لك شي حاجه تما، دوك المسيرين اللي تما تقدر تعطيه 100 درهم يكتب لك شي حاجه، وفي الاخر راه غادي تجيبها في راسك، انت روجت الى هناك انتصار دبلوماسي كذا كذا، وفي الاخر ما كاين والو. بحال داكشي كيديروا لكم دابا وزاره وزير الدفاع الاسبق، واش وزير الدفاع الاسبق كيجيبوه الناس زعما كيناقشوا ويحلوا؟ وزير دفاع اسبق ماشي حتى ديال دابا، اسبق وماشي حتى في مركز القرار، يعني ماشي شي رئيس حكومه ولا يعني كيسير شي شان اللي هو يعني في مركز القرار، لا وزير دفاع اسبق.
ما كيردوا لك منو زعما تحول لافت رصدته الصحافه في موقف خصوصي بونو وزير الدفاع الاسباني الاسبق حيال قضيه الصحراء ودافع وزير الدفاع الاسبق في مداخلته خلال جلسة افتتاحية المؤتمر الدولي للسلام والأمن في الصحراء المنعقد في لاس بالماس عن مزايا خطة الحكم الذاتي. هذا بعد هذا القضية ديال السلام وكذا كذا والأمن في الصحراء، هذا واحد المنطقة يعني مدعوم من طرف المغرب باش يديروا تما في لاس بالماس، قال لك باش يديروا السلام في الصحراء وكذا، وحنا بغينا المغرب والحكم الذاتي باش يروجوا للحكم الذاتي. وجابوا هذا الشخص هذا قال لك لا هذا تحول لافت. شكون اللي قال؟ حتى واحد الصحافه المغربيه فقط. وجايه كتشوف يعني بيدرو سانشيز اللي في مركز القرار واللي هو الرئيس ديال الحكومه هاش قال، كيقول لك لا شوف راه وزير سميتو وزير الدفاع الاسبق هاش قال، لا يهم راي المسؤولين السابقين، رايه لا يغير من شيء بحكم انه لا يمثل الا نفسه، دائما الاعتراف من الوزراء والسفراء القدماء. اما الجدد لماذا يتماطلون الصحراء المغربيه رغم عن الكل؟ ما لا افهمه كثيرا هو ان كل المسؤولين الكبار في اسبانيا لا يقولون ولا يقرون بمغربيه الصحراء الا حين يتم تنحيتهم من المناصب. علاش؟ كيجي كياخذ حقه من الوزير فاش كيسالي المهمه ديالو، ما يقدرش يقولها لك ديريكت لانه الا قالها لك هو في مركز القرار يعني غادي تحط علامه استفهام، واش انت شاد شي حاجه كذا والمحاسبه وكل شيء شاد عليه. ملي كيسالي المهمه ديالو كياخذ التقاعد ديالو يمشي يقول لي بغى يغير الراي ديالو سوق هذا، فهمتي؟ يعني يقدر يبيع لك نفسه، عطي المهم تاع بارزه ديال الفلوس وجد عليه يقول لك اللي بغيتي، يقول لك تا موريتاني ديال المغرب الا بغيتي يقول لك. اينكم الان يا الكراغله؟ الحكم الذاتي مرحب به من جميع الدول في اقطار المعمور. شي بحال هذا بنادم هذا بعدا فين ساكن؟ في بن سليمان. ما عرفت صراحه واش الناس ديال بن سليمان عايشين في المغرب ولا عايشين خارج المغرب، لان الناس اللي داخل المغرب اللي واعيين واللي قارين كيعرفوا ان المخزن كيتلقى الصفعات يوميا كيتلقى الصفعات. واليوم راه بيدرو سانشيز كيطعن محمد السادس عاوتاني من الخلف ولا كيصفع محمد السادس، وعاوتاني غايقول لك لا راه شوف اش قال وزير الدفاع الاسبق الاسباني. واش بغينا حنا وزير الدفاع الاسبق؟ في ماذا سيفيدنا هذا وزير الدفاع الاسبق؟ علاش؟ المهم الشعب المغربي كيتيق في بحال هاد الاخبار هادو، وكتلقاهم مطوندونس دابا هما اللي اغلبيه ديال الناس اكثر مشاهده الاكثر تعليقا، وكانهم زعما انتصار دبلوماسي جديد وكذا كذا. في النهايه راه ما كاين حتى حاجه، الواقع هو ان البوليساريو هي اللي كتحقق نجاحات دبلوماسيه حاليه. المخزن كيجي فيه التصفيق وكيروج العكس، كيقول لك لا حنا راه نتوما شوفوا وزير الدفاع هو الاسبق راه اعترف لينا بالصحراء. وضع يعني اقل ما يمكن ان يقال عنه هو انه مهزله صحفيه، تدويخ وتزييف للحقائق داخل. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.